وليد كرعاني، رئيس المدير العام للشركة الجهوية لنقل نابل. بالنسبة للبرنامج الاستعدادية لعيد الفطر، كما جرت العادة نحن مش ديما نخصص حافلات نحطوهم في محطة سيارات الأجرة، باش على الأقل تحت الطلب تم تسخير 5 حافلات يوميا لتعزيز النقل انطلاق محطة سيارات الأجرة اللواج نتاع منصب باي. كيف باش ندعموا الشركة الوطنية للنقل بين المدن في الفترة 6 و7 و8 قبل وعد العيد، فك الخطوط اللي في اتجاه سليانة ومكثر وسبيبة والروحية وقعفور. كما نقول فترة ما قبل العيد يعني 69 سفرة تعزيزية، الفترة اللي بعد العيد 54 سفرة تعزيزية. يعني هذوما الكل مش يتم تأمينهم، إضافة بطبيعة تأمين سفرات العادية. وتوا قاعدين نخدموا على برنامج يعني اون جلوبال، كي نجي نحكي على شركة جوية لنقل نابل، عدد السفرات المنتظمة نتاعي الفترة ما بين 5 حتى لنهار 15، تدير قبل العيد وبعد العيد، السفرات المنتظمة نتاعي في حدود 1122 سفرة، السفرات التعزيزية ذهاب 87 وإياب 90. دونك والحافلات الكل، كي نقول الحافلات الكل مخصصة للبريود بين لو 5 ولو 15 باش يأمنوهم 571 حافلة. بار اكزومبل نعطيك شيفر، نحكي على شيفر مثلا بار اكزومبل بين قليبيا ونابل، عدد السفرات التعزيزية قليبيا ونابل مش تكون عدد الحافلات 47، لا موبيليتي 47. النومبر الكبير بطبيعة ديما نلقاوها بين بني خلاد وتونس، خاطر فيها فريكونس كبيرة لور دو 62، وقليبيا تونس 76.